ولد من الناحية اليمنى أرضية ملعب المباراة. كرة اللعب سيموس فيكتور يقود هجمة من الناحية اليسرى في الدقيقة العاشرة بعدي بشكل حلو يلعب العرضية في مكان على طول عماد بيشوت الله الله معمولة بالورقة والقلم معمولة بالورقة والقلم على طول على طول على طول على طول على طول من فيكتور سيموس من فيكتور سيموس إلى محسن العيسى الذي يعلن عن نفسه أنه أهلا وثقة للمشاركة والانطلاق منذ البداية. إنها انطلاقة ماكينة الأهداف فيكتور سيموس فيكتور سيموس شوف 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 لما عدى من هزازي عدى على طول لعب في المكان السليم وكان فيكتور سيموس يقرأ ملعب المباراة ينظر بنظرة سريعة قاطفة أين يتواجد محسن العيسى لمها العيسى وعلى طول محسن بكل إحصان في مرمى الاتحاد الهدف الأول في هذا اللقاء في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول من المباراة هدف مشاهدينا.